خلصنا يا متر، مش معقول انا وريث بابي الوحيد والمفروض الفندق يبقى بتاعي. ايه السبب في كده؟ ايه ده يا ميسو؟ ايه ده؟ واستنى استنى عندك يا متر. ده انت شايفني طلعت اجري وانا قاعد. امين ابن الداله عايز ايه يا فسل؟ حقك حقك يا سعاده البيه، انت طول عمرك عارف ان ابقى ابن الداده، بس عمرك سالت ابويا يبقى مين؟ انكل حسن المحامي؟ الحمد لله. مش ممكن، قصدك انا؟ انت ايه يا عم؟ انت اصغر مني بسنتين. قصدي ان ابوك يبقى ابويا. مستحيل، انت كذاب كذاب كذاب. كنت عارف انك هتقول كده، بس بيني وبينك تحليل الـ NBA. قصدك الـ DNA؟ هو ده. انت بتقول اني مش ابن مراد بيه، بس تحليل الـ AUC اللي معايا بيقول عكس كده. مستحيل مستحيل. اعمل حاجه يا متر. اعمل ايه انا؟ ارجع بطن امه؟ مستحيل تكون انت اخويا، impossible. عندك حق، عشان انا مش اخوك فعلا. انت مين؟ اختي؟ لا يا عم، انا قصدي ان انت مش ابن مراد بيه الحقيقي، انت ابن الاستاذ حسن بيه المحامي. حد بينت عليا؟ ايوه انا ابن ده، ومعايا تحليل WWE اللي بيأكد كلامي. ما تعمل حاجه يا متر، الراجل ده بيعصبني. للاسف واضح ان كل المستندات اللي معاه سليمه 100%. بعدين انا بابا. يلا نزل رجلك تحت. يس داري. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. يوم عادي في الريف البريطاني، الشمس تشرق على بيت داون في مقاطعة كنت، في الجميل وهادي، بتحوط الأشجار من كل اتجاه. زمن 1866 تقريبا، نهايات القرن 19. تشارلز داروين بيصحى من النوم، بيغسل سنانه وبيشوف الكلام على إيه. هنستفز مين النهاردة؟ لا عزيزي، بيروح المكتب بتاعه عشان يبدأ يوم عمل جديد ويلف فيه حوالين نفسه. في هذه الفترة داروين كان بيحاول يلاقي حل لفجوة معرفية، فجوة معرفية ضخمة في نظريته عن الانتخاب الطبيعي. وصف فجوة دي يا عزيزي مش من عندنا، هو نفسه قاله في كتير من مراسلاته مع زمايله والبفة بتاعته من العلماء. كان بيقولهم في حاجة كبيرة ناقصة في النظرية دي يا أولاد، احنا لحد دلوقتي مش عارفين ازاي الكائنات الحية بتنقل صفاتها من جيل للتاني. عارفين ان الصفات بتتنقل، وان الصفات الافضل على حسب نظريته هي اللي بتكمل. عارفين ان الابن شبه ابوه وعادة بيبقى شبه امه، والاباء دول شبه ابائهم. لكن اللغز هنا اللي بنحاول نلاقي له اجابة، ازاي المعلومات دي الاشباه دي بتنتقل من جيل لجيل؟ ايوه يا عزيزي، عارف ان الصفات تنتقل عبر الجينات، بس احنا في القرن 19. الناس عايز اقول لك ما كانتش عارفه ان في حاجه اسمها الجراثيم اصلا. هيقوموا عارفين جينات؟ ده العلم ماشي بركه دعاء الوالدين دلوقتي. مش عايز اتنمر يعني قوي على علماء القرن 19، لان يعني ادعي ان هم اللي عملوا العلم بتاع دلوقتي. لكن الحقيقه يا عزيزي، وقبل ما تتحمس، الحلقه دي مش على ضرب لسه، ليس الان، ولا على التطور، ولا على الانتخاب الطبيعي، ولا حتى الجينات، ولا حتى عن الفجوه اللي بنحاول نفسر بيها انتقال الصفات من جيل لجيل. الحلقه دي عن البيت اللي كان داروين عايش فيه. اكشلي مش على البيت بالظبط، عن مكتب داروين تحديدا. اكشلي مش على المكتب بالظبط، شايف المكتبه الكبيره اللي واخده مساحه عملاقه في البيت دي، وبالتحديد قوي على قسم المجلات العلميه اللي كانت بتتبعت لداروين بمجرد صدورها. اعتبروا يعني من العلماء المهمين في الفتره دي. يا ريت يا عزيزي لو سمحت ممكن نروح هناك وندور على مجله مغموره بتصدرها جمعيه زراعيه اكثر مغموريه، بعتت لعمك داروين عدد المجله الدوري اللي فيه حل اللغز اللي هو بيدور عليه. عزيزي المشاهد، الخط كان في الدرج. ده مش فيه عزيزي، الختم كان في الدرج فعلا. لو داروين كان قام وبص في المكتبة الكبيرة اللي عنده دي، كان اكتشف في هذه المجلة المغمورة حل لغزه. كان هيلاقي ورقة بحثية عنوانها بسيط: تجارب في تهجين النباتات. الورقة دي مش بس كانت بتحمل الإجابة لداروين، لكن عايزين نقدر نقول إن هي بتحوي سر وجودنا شخصيا. تعرفني عزيزي، انا قليلا ما بافور. انت يا عزيزي ما تافورش كده، الله. سهل تقول لي الورقه البحثيه دي مين يا ابو حميد اللي كاتبها؟ عالم مشهور زي داروين؟ اقول لك وفخامه الاسم تكفي، السيد جريجور يوهان مندل شخصيا. الزمان اكتوبر 1848، والمكان دير سانت توماس في مدينه بيرنو اللي هي تبع دوله التشيك دلوقتي. عمنا يوهان بيوصل الدير بعد رحله مرهقه، شاب صغير نظره قصير، عمره 21 سنه جد الملامح. الشاب ده كان مزارع في الاصل، ابوه وامه وهم كمان فلاحين على قد حالهم من مقاطعه سيليزيا. الدير استقبل مندل، فضل مندل يخش جوه ووفر له مسكن للقرايه والتعلم، وقدم له كتب ومناهج كمان لقرايتها، وكمان مصروف شهري. تقدر تقول كده يا عزيزي العيشه ارتاحت، قياسا للحياه القاسيه اللي كان عايشها مندل قبل كده. خليني اقول لك يا عزيزي،
ان مندل في الواقع ما كانش المفروض يبقى هنا خالص، وكل تفاصيل حياته كانت بتقول ان المفروض يفضل في المزرعه جنب ابوهم يزرع ويحصد ويساعدهم. ابوهم كانوا محتاجينه في المزرعه، ده اللي خلاهم يترددوا لما واحد من المدرسين بتوعهم وهو صغير راح لهم وقال الواد ده عبقري، مش اللي هو ابنك شاطر بس لعبي، لا هو عبقري. ابوه وقتها فكر طب هنعمل ايه بالعبقريه دي، ما تخليه يسترجل ويمسك الفاس ويروح المزرعه، ما يعبقر في الفلاحه. امه كمان كانت رافضه ان ابنها يسيبها ويروح يكمل تعليم، ولكن نبوء هذا الولد الملفت واصرار كل المدرسين اللي درسوه كلها حاجات حسمت القرار. يوهان كمل دراسته، وبالفعل بيسافر يوهان عشان يبدا دراسته بعيد عن اهله لاول مره في حياته وهو عنده 12 سنه بس. خلص المدرسه خش على الجامعه، وبيدخل برنامج مدته سنتين في جامعه تلس، وبيتعلم هناك فيزياء ورياضه وفلسفه واحصاء، وبرضه بيتفوق فيها بشكل مبهر. ولكن كان في جانب خفي في موضوع التفوق والنبوغ ده، لانها في الحقيقه عزيزي كانت تجربه صعبه جدا عليه وعلى اهله، وزيها زي اي تجربه ترقي اجتماعي كبيره زي دي كان ليها اثارها الجانبيه قاسيه. خد بالك يا عزيزي ان يوهان هو الابن الوحيد، وكان من المتوقع منه ان هو يتحمل مسؤوليه اداره المزرعه من بعد ابوه اللي كبر في السن. فجاه كل الخطط اتغيرت، فجاه راح مندل عشان يدرس، والعيله كلها بقى عليها عبء مالي عشان توفر مصاريف الدراسه دي، لدرجه ان اخت مندل الصغيره ادت لمندل مهرها كله عشان يقدر يدفع مصاريف دراسته. انا حاسس يا عزيزي ان انا في المسلسل ذئاب الجبل، خد الغوايش وروح اتعلم يا يوهان يا ابني. والحاجه مومندل كان متوقع ان ابنه بعد ان شاء الله ما يخلص الدراسه باذن الله يجي بقى يمسك المزرعه بتاعت بابا بقى وكده، ويخفف عن بابا بقى، يقعد في البيت ويتقاعد ويشيل عنه بقى. لكن مندل يا عزيزي كان بعيد مكمل في دراسته، وبسبب تدهور صحه الاب بيقرر انه يبيع المزرعه لجوز بنته، بس بشرط ان جزء من عائد المزرعه دي هيفضل يروح لدراسه مندل. انت متخيل يا عزيزي الاسره كلها مشاركه في تعليم هذا الرجل؟ ودي حاجه بالمناسبه هيفضل مندل حاسس بسببها بالذنب لفتره طويله جدا. بل وعايز اقول لك ان رغم كل الاعباء اللي على العيله دي، يوهان مندل كان جعان، لا مش جعان مجازا اللي هو لا خليك جعان للنجاح، لا هو كان جعان بجد. في مراسلاته مع اصدقائه بيقول ان من اكتر الحاجات اللي حسها في الفتره دي كان شعور الجوع، لان الاكل ما بيكفيش والفلوس على قد. في اغلب الوقت يبدو ان فعلا مندل كان بيبات من غير عشاء، وفي مكانه البعيد عن اهله بدا يوهان يحس باكتئاب حقيقي. خلال فتره دراسته مر باتنين من نوبات الاكتئاب ما كانش بيعرف ينام فيهم خالص، ولو نام يحلم بكوابيس. كانت فتره عصيبه جدا لدرجه انه ساب الدراسه ورجع بلدهم، بس كل مره كان اهله هم اللي بيشجعوه انه يكمل دراسته ويرجع رغم كل الاعباء اللي عليهم. مندل اخيرا بيتخرج من الجامعه، يا فرج الله، نعمل بقى يورو تريب ونقعد على القهوه مع اصدقائنا ونسهر بالليل. لكن يا عزيزي مندل عايز يكمل دراسته. طب يا ابني اقعد انزل مع صحابك القهوه شوي، اطلع سافر لك الساحل ولا حاجه، لا كمل تعليم ماليش دعوه. ومش بس كده، ده انا هبقى راهب. مندل بيقرر انه يخش سلك الرهبنه حسب نصيحه واحد من اساتذته في الجامعه اللي نصحه انه بالذات يروح مكان معين، دير سانت توماس في برنو اللي كان وقتها مركز ثقافي وعلمي مهم في المنطقه. دي كانت اول مره مندل يتحدى فيها رغبه عيلته بشكل مباشر، اللي وافقوا في النهايه على مضض بعد ما شافوا رغبه ابنهم القويه. وابوه وامه مضوا على الاقرار بموافقتهم لدخول الدير زي ما كانت الشروط وقتها بتقول. وفي اكتوبر 1843 بيوصل الدير شاب صغير عنده 21 سنه، وبعد اربع سنين تحديدا في 6 اغسطس 1847 يوهان، بسم الله ما شاء الله، بقى الراهب مندل وبيحصل على اسم جريجور يوهان مندل. ايه ده؟ ابو حميد، مش ده اللي كان كاتب الورقة البحثية اللي كانت في مجلة مغمورة وكانت في مكتبة داروين وكان ممكن لو كان لقاها واكتشفها يسد الفجوة العلمية؟ ايه وقت الشطارة دي؟ ده انت شاطر ومركز معايا. في صيف سنة 1848 الدير اعلن ان هو محتاج حد من الرهبان عشان يروح مدرسة من المدارس الثانوية في المدينة ويدرس رياضيات وعلوم ومبادئ اليونانية. مندل قدم على الوظيفة دي، لكن كان في شرط صغير، لازم يعدي امتحان رسمي في العلوم الطبيعية لاختبار المدرسين. والنتيجة يا عزيزي فشل ذريع، فشل من اللي هو الفشل اللي هو المبهر، عارف انت ما تاخدش صفر انت تاخد كحكة. في الامتحان الشفوي مندل بيعك الدنيا تماما، والنتيجة الطبيعية ان الممتحنين بيقولوا لو كان مندل هيدرس الطلبة في المدارس الثانوية دي فلازم ياخد تدريب اضافي ويرجع يمتحن تاني. مندل يروح فين؟ جامعة فيينا طبعا، واحدة من أهم المراكز العلمية في الفترة دي، وبتوصية من الدير اللي تحمل تكاليف دراسة مندل كلها. يخرج مندل بالفعل عشان يروح الجامعة، وهناك يبدأ يتعامل للمرة الأولى مع الأحياء كعلم. بس كده يا عزيزي التكوين اللي ابتدى يحصل في الشخصية. مندل مش بس كمان بيتعامل مع الأحياء، لكنه كمان بيتعامل مع مدينة عملاقة كبيرة، وبيحس شعور متكرر هيوصفه بعد كده إنه صغير قوي وسط حاجات كبيرة جدا بتحصل حواليه، تقدر تقول فلاح بهارات وأضواء المدينة. وهنا تهجم علينا نوبات القلق تاني، اضطراب في النوم
والاكل، خوف شديد من العالم اللي حواليه، وشعور عميق بالغربه. لكن الشيء المثير للاعجاب في مندل ان ده خلاه يركز اكتر في دراسته. في جامعه فيينا مندل درس فيزياء وكيمياء واحياء وجيولوجيا وعلم نبات وميكانيكا سيارات وقلب الحبيب، درس كل حاجه تقريبا. وفي سنه 1853 الحمد لله مندل بيرجع من رحلته العلميه للدير، وبيستعد بقى تاني لدخول الامتحان. هناخد بقى الشهاده الكبيره ونولع الدنيا ونشتغل. مش عايز اقول لك يا عزيزي على اللي حصل. ايه يا ابو حميد تحكي؟ انت اكيد يا عزيزي خمنت. عايز اقول لك يا عزيزي ان هو مش بس سقط، هو فشل فشل مبهر اكبر من الفشل اللي فات. مش بس كده يا عزيزي، دايرته خلاص فشل، ومن سكات بقى خلاص مشينا وروحنا. ده عمل خناقه في امتحان الشفوي مع اللي بيمتحنه. يعني انت كده حتى بتضيع اعمال السنه. ولاحظ يا عزيزي، عايزك تلاحظ كده معايا ان مندل خايش برضه في امتحان الشفوي زي المره اللي فاتت. احنا لو بصينا على الامتحان التحريري في المرتين هنلاقي الدنيا كويسه والواد كويس وما شاء الله. امال ايه اللي بيحصل في الامتحان الشفوي؟ الاكشن بتاعته بايظه. مش عايز احسم لان احنا لسه في نص القصه فما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل، بس يبدو كده ان هذا الرجل عنده بعض المشاكل في التواصل الاجتماعي. افتكر دي كويس، يبدو ان دي مش احسن مهاراته. مندل يقرر ان هو خلاص مش هيحاول ياخد الشهاده دي، خلاص هياخد احسن قرار تقريبا في حياته. هيكتفي بحياته التقليديه كراهب تقليدي في دير تقليدي في مكان تقليدي. رجع مندل لدير سان توماس ودخل جنينه الدير، عيط الياسمين يا لالا. بس مندل للجنينه وقال: انت كنت معايا يا ابو حميد؟ لا يا متحكي، انا هزرع بسله. الكاتبه العلميه صاحبه هذا الاسم الصعب روبن مارانس هينينج، اتمنى استاذ روبن ما تديش لو قلت الاسم غلط، في كتابها ذا مونك ان ذا جاردن او الراهب في الحديقه او الراهب في الغيط، دي ترجمتي، بتقول ان مندل قرر ينضم للدير ويسلك مسلك الرهبنه لسببين: ان كان عنده طموح علمي، اكيد عارف ظروف اهله وعيلته صعبه، وبالتالي كان الاختيار المنطقي انه يسلك سلك الرهبنه، هناك هيلاقي المساعده والمساحه اللي تخليه يشتغل على التجارب اللي هو عايز يعملها. والحاجه الثانيه انه كان راجل متدين شديد الايمان، ده اللي بتاكده كتير من الاوراق اللي حصلنا عليها بعد كده. العاملين دول كانوا بيحركوه حب شديد للعلم وايمان شديد. واحده من الحاجات اللي بتاكد وجهه النظر دي ان مندل كان رايح الدير بعقليه العالم، انه عايز يبدا تجارب تهجين الكائنات الحيه في اسرع وقت. اختار الاول يا عزيزي ما كانش نبات، كان فيران يا عزيزي. لكن رئيس الدير زي ما تقول كده خده على جنب وقال له: اخ مندل، بصراحه احنا ساكتين كتير ومستحملين في موضوع التجارب ده. فيران صعب بصراحه، كتير قوي، خلينا في النباتات احسن. وقعد يا سيدي جنينه الدير اعمل فيها اللي انت عايزه. هنا يا عزيزي الفلاح اللي من كفر مندل استيقظ بداخله، قال لك: صحيح نبعد عن النباتات ليه؟ ما انا في الاصل فلاح، مشتغل على اللي اعرفه، عيش عيشة اهلي. وبالفعل بدا مندل تجاربه على النباتات، وقع اختياره على نبات البسله. اختيار مندل لنبات البسله عشان يستخدمها في تجاربه له اسباب مختلفه، كلها اسباب بتقول لك ان الموضوع ما كانش صدفه قوي. طبعا كان في شويه حظ، لكنه نوع الحظ اللي بيجي لشخص منتبه للتفاصيل. البسله نبات منتشر وظروف نموها سهله، مش محتاجه اختراعات. كمان هي نبات سريع النمو لحد ما يوصل لمرحلة التكاثر، وبالتالي نقدر نجوزها بسرعة ونستنى النسل. عبيله وديله. نقطة مهمة كمان إن البسلة نبات صفاته واضحة، يعني في أنواع بسلة بذورها خضراء وأنواع تانية بذورها صفراء، في أنواع بسلة زهورها حمراء وأنواع تانية بيضة. لكن النقطة الأهم هي طريقة تكاثر النبات ده. البسلة أي نعم نبات في ذكر وأنثى، لكن عنده القدرة على التلقيح الذاتي. طب ده مفيد في إيه يا أبو حميد؟ هنعرف. بل كمان إحنا ممكن نلقحه بطريقة صناعية، ناخد حقول لقاح من نبات للتاني. مين بصفات إيه هيتجوز مين بصفات ايه وفي الوقت اللي احنا نحدده؟ ده عزيزي مش جواز صالونات، ده جواز خضروات. الهم بقى يا عزيزي من كل ده طبعا ان البسله ينفع تتاكل. كذا مؤرخ بيقول ان اختيار البسله كان لاسباب عمليه، لان بدل ما الراهب مندل يعمل تجاربه على نباتات ما بتتاكلش، طب ما يعمل تجاربه على النباتات بتتاكل. نخلص التجربه ونروح لتيتا نعمل طبق البسله. طب والله يا ابو حميد كلام جميل، يا ريت كل التجارب كده. على كل حال نقدر نحدد اللحظه اللي بدات فيها تجارب مندل بملاحظته لصفات معينه في البسله وقراره انه هيدرسها. ندرس الصفه دي. ابو حميد معلش يعني خلينا نسال على الغايه، هو ليه بيعمل ده كله اصلا؟ بصراحه عزيزي ما حدش عارف بالظبط هو كان بيعمل كده ليه، بس لو سالتني عن رايي فهو مزيج من اهتمامه الشخصي بالموضوع انه يلاقي حاجه يعملها في مكانه البعيد المنعزل ده بعد فشله في استكمال مسيرته التعليميه وفشله في امتحانات كان هو مهتم يعديها. يبدو ان ده خلاه يبقى عايز يثبت نفسه في حاجه. تكوينه الشخصي كان تكوين عالم، حتى لو فشل انه يبقى عالم فعلا. كل محاولاته ودراسته بتقول انه كان عنده فكره بيدور وراها. لما نبص لاوراقه اللي باقيه من دراسته ايام الجامعه بنلاقي انه كان مهتم جدا بدراسات التهجين، حتى لو هو نفسه ما كانش عارف هو بيدور على ايه. من الواضح كمان ان مندل كان عارف القضايا العلميه الكبيره في الفتره دي. وقتها كان تجارب التهجين من الممارسات الشائعه عند كتير من العلماء المهمين، منهم مين؟ منهم داروين شخصيا اللي كان عنده محاولات مع الحمام. تقدر تقول يا عزيزي ان دراسات التهجين دي كانت ترند وقتها، كل واحد يا عزيزي على حسب الاكل اللي بيحبه. السؤال الدارج بقى اللي كان شاغل المجتمع العلمي وقتها، خاصه بعد ظهور نظريات داروين، الصفات اللي بتدي لهذا الكائن الصلاحيه. ازاي بقى الصفات بتنتقل من جيل للتاني؟ يعني ازاي الكائن الحي بينقل المعلومات لنسله؟ ازاي الابن بيبقى شبه
ابوه. خليني اشرح لك معنى السؤال ده. في اللحظه دي من تاريخ العلم كنا عارفين ان في حاجه ما بتخلي اطفال تطلع شبه ابائها، وان الاخوات مش شبه بعض، وان ممكن عادي تلاقي طفل واخد مناخير خاله او طفله واخد عيون عمتها او جدتها. ما كانوش عزيزي يعرفوا وقتها حاجه عن الجينات، وكل اللي عندهم شويه افكار بدائيه بشكل غريب على واحد صائد في الاحياء زي الاخ مندل الراهب الجميل بتاعنا ده. بيقرر مندل انه هيمسك مجموعه من الصفات ويتتبع الصفات دي في اجيال مختلفه. تسالني سؤال مهم ومنطقي، ايه هي بقى الصفات دي؟ سؤال جميل. مندل قرر يدرس 7 صفات. لاحظ مندل في البدايه ان كل صفه من السبعه دول ليها احتمالين، يعني بتظهر بشكلين. ملمس البذره مثلا بتظهر بصوره من اتنين، يا ملساء او يعني ناعمه او مجعده رينكل. ولون البذره دي الصفه الثانيه، ساعات بتبقى صفرة وساعات بتبقى خضرة. ولون الزهره دي صفه ثالثه، بتبقى احيانا بيضة واحيانا حمراء. في ناس بيقولوا بنفسجي. الصفه الرابعه وضع الزهره في قمه النبته ولا على الفروع. الصفه الخامسه لون قرن البسله، اخضر ولا اصفر. الصفه السادسه شكل القرن، املس ولا مجعد. الصفه السابعه والاخيره طول النبات، نبات بسله طويل ولا نبات بسله قصير. في البدايه كان هدف مندل ان هو يلاقي نسل نقي، ساقي اي محاوله تهجين محترم. وتعلم كده في كليته. يعني ايه نسل نقي؟ يعني لما يجوز نبته بسله مع نبته بسله تكون النتيجه نسل او ولاد شبه اهاليهم بالظبط 100%. يعني مثلا نجوز نبته بسله طويله مع نبته بسله طويله، العيال كلها نباتات طويله، مش زي ما كان احيانا بيحصل. لانه احيانا مندل كان بيلاحظ ان هو بيجوز واحده طويله لواحده طويله ويبقى الاولاد اغلبيتهم طبعا طوال ولكن نسبه قليله قصيرين. فده مش نقي. احنا عايزين بقى نجيب انقياء يتجوزوا من بعض يجيبوا كله طويل، ما تظهرليش واحده قصيره في النص. تمام، ده النقاء. طب ابو حميد هنلاقي النباتات النقيه دي ازاي؟ الحل انا قلته لك قبل كده. يا ابو حميد هنجوز النبته لنفسها، ده هيضمن لنا ان النسل هيبقى جاي من نبات واحد بس. احنا مش قلنا البسله تقدر تتجوز نفسها؟ من اللي جاب نبات طويل وجوزه مع نفسه، النتيجه كانت نباتات طويله كلها، ده هيضمن ان النسل كله هيجي من نبات واحد. من اللي بعد كده قام رايح على نبات قصير وراح مجوزه من نفسه، جاب كل المواليد نبات قصيرين. حلو كده، عندنا اولاد انقياء قصيرين وعندنا اولاد انقياء طوال. ايه رايك بقى نجرب نجوز نبات طويل من دول نقي مع نبات قصير من دول نقي؟ عزيزي المشاهد قد تبدو لك لحظه عاديه يعني، بس دي عزيزي اللحظه اللي نقدر نقول عليها بدايه تجارب مندل. بعد كده عزيزي نسل الاتنين دول كلهم طوال. الله، ازاي يا ابو حميد؟ ده واحده طويله واحده قصيره، اكيد في نبته خدت هذه الصفه منهم. لا يا عزيزي، في الجيل ده صفه القص اختفت تماما، كله طوال وكانها خرجت من المعادله. الطبيعه ما عملتش اي احترام وتقدير للقصيرين، طويل وقصير طويل بس. بعد كده يا عزيزي بنكتشف ان الطبيعه محتاجه تقل شويه. عمك بنتل يقول طب انا ماشي هاخد نبته من الجيل اللي هو الاول، فاكر اللي هو نبتة طويلة مع نبتة قصيرة، جابوا جيل كلهم طوال، هاخد واحدة من الطوال دول واجوزها لنفسها عشان اضمن نقاء الصفة، عشان اجرب احتياطي يعني كنترول ان صفات النسل الجاي هتبقى من النبات ده بس، ابن الطويل والقصير. عمل كده فعلا، جاب هذه النبتة الطويلة جوزها لنفسها. نبص على النتيجة، كانت النتيجة عجيبة، صفة القص موجودة. طب نجرب نبتة تانية، ناخد نبتة تانية طويلة نجوزها لنفسها من الجيل ده، برضه في قصيرين. طب نعمل كده تاني، طب نعمل كده تاني، طب نعمل كده رابع، طب نعمل كده خامس. اولا هنا بنلاحظ ان الصفه بتختفي في الجيل الاول وتظهر في الجيل الثاني. الله، هي راحت فين ورجعت منين؟ هنا يا عزيزي بتيجي اللحظه اللي بتتجلى فيها عبقريه مندل اللي عمال اكلمك عنها من اول حلقه. المهارات اللي اتعلمها مندل في جامعه فيينا جه هنا وقت استخدامها. مندل يا عزيزي قرر انه هيعمل حاجه غريبه جدا، هيعد. ايه ده؟ هو ده اللي اتعلمه في فيينا؟ انه يعد؟ ايوه عزيزي، يعد النباتات الناتجه من جواز النبته من الجيل الثاني لنفسها، لان هنا دي الطريقه اللي يقدر من خلالها مندل يشوف النظام في عز الفوضى، ودي الطريقه اللي من خلالها صديق العلم الجميل يظهر النمط باترن. مندل لاحظ ان في كل مره من المرات الجيل الاول كان فيها بيتجوز نفسه، نسبه النباتات الطويله للنباتات القصيره في الجيل الثاني بتبقى 3-1 دايما، كل مره ربع الجيل هيبقى قصيرين 3-1. السؤال بقى المنطقي هنا، ليه اختفت الصفه دي في الاول؟ ليه لما جوزت طويل وقصير اول مره ما كانش فيه اي حد من الولاد قصيرين، وليه رجعت في الجيل اللي بعده؟ مندل قال لك يمكن دي خاصه من خاصيات صفه الطول بس، وده بقى اللحظه الثانيه دي اللي بتخلي مندل مؤسس علم. ممكن تبقى الصفه دي بتتحرك بالشكل ده، لكن لما الاقي ان في
كل الصفات بيظهر هذا النمط، إذن أنا فكيت شفرة الوراثة، أنا فعلا قدرت أشوف النظام في الفوضى. underrated جدا مندل يا عزيزي، والله ده إن إحنا لازم نهتم بيه أكتر. ده يا عزيزي كمان إحنا بنتكلم قبل ما في حاجة اسمها بقى نعمل فرضيات وكنترول والتجربة ونعمل إحصائيات وكل هذا الكلام، إحنا بنتكلم من الأول خالص قبل ما في هذا الفكر عقله وصل بيه في مكان بعيد منعزل مش في جامعة عريقة إنه يفك شفرة الوراثة. كل مرة كان بيظهر نفس النمط 3-1 في الجيل الثاني. استنتاج مندل كان ان يبدو ان الصفات دي محموله على عناصر عوامل فاكتورز بتتنقل من الام والاب. هو ما كانش عارف ده ايه، بس يبدو ان في حاجه، في عناصر معينه بتيجي من هنا وتبقى في الجيل اللي بعده. دي الحاجه اللي احنا نعرفها النهارده بعد تقريبا 200 سنه اسمها الجينات بكل بساطه. استنتاج مندل كمان ان كل نبات مولود بياخد عنصر من الاب وعنصر من الام، وعلى حسب هو واخد ايه بتظهر صفه. ده اللي بيحدد النمط الظاهري اللي بيظهر لنا. وخد بقى التقيله، طالما في صفه بتختفي في الجيل الاول وبتظهر في الجيل الثاني، يبقى في صفه بتغطي على صفه. في صفه هنا دوميننت لو موجوده جنب صفه ثانيه هتطغى عليها، وفي صفه ريسيسيف. مندل سمى الصفه اللي بتظهر صفه سائده دوميننت، والصفه اللي بتختفي في الجيل الاول يعني صفه متنحيه ريسيسيف. بالتالي لو نبات من نباتات البسله واخد عامل الصفه السائده ار من صفه معينه اللي هي في حالتنا الطول واخدها من الاب، واخد نفس العامل من الام، يبقى النتيجه النبات هيطلع طويل. ولو حصل ان النبات واخد العامل الصفه السائده ار وعامل الصفه المتنحيه ار سمول من الام، فهنا عامل الصفه السائده هيسود، هو اللي هيبان قدام الصفه المتنحيه، والصفه اللي هتظهر في النبات هي الطود، رغم ان عنده عامل تاني جواه متنحي، بس العامل ده هينزل في الجيل اللي بعده ما شفناهوش، بس هو لسه موجود. اول ما حظه انه يجي صفه متنحيه جنبه هنلاقي نبات قصير. الصفه المتنحيه طالما اجتمعت مع صفه متنحيه تانيه هتظهر، لان مفيش صفه سائده تغطي عليها. مندل يا عزيزي كانه قاعد دلوقتي في اوضه ضلمه مع شمعه صغيره وبيحاول من خلالها يفهم اسرار الكون. مندل عمل تجاربه اكتر من مره واكتر من شكل، وبعدها قرر يعمل حاجه مذهله. يعني لو اللي فات ده كله مش مذهل فاللي جاي مذهل. قال لك طب لما ادرس صفتين في نفس الوقت، يعني نبات لون ظهرته بنفسجي وطويل نقي في الاثنين، واجوزه مع نبات تاني لون ظهرته ابيض بس قصير، فتبقى النتيجة إن نبات الجيل الأول ظهورها بنفسجي وطويلة. ده طبيعي دلوقتي زي ما احنا فاهمين، لأن دي صفات السائدة. العوامل السائدة هي اللي سيطرت على العوامل المتنحية، فالصفات اللي ظهرت هي الصفات السائدة، وهي طول الساق ولون الزهرة البنفسجي. دي الدومينانت. بعد كده الجيل الثاني من دول لما نجوزه لنفسه بنلاقي النتيجة بقت 9-3-3-1. دي نسب 9 ساق طويلة وزهرة بنفسجية دومينانت، 3 ساق طويلة وزهرة بيضة صفة سائدة وصفة متنحية، و3 ساق قصيرة وزهرة بنفسجية صفة سائدة وصفة متنحية، و1 ساق قصيرة وزهرة بيضة كلها صفات متنحية. يقف لحد هنا مندل؟ لا، مندل قال أنا عندي اكتشاف تاني يا جماعة، الصفات بتتورث من جيل لجيل بصورة مستقلة. ممكن نبات يبقى عنده صفة سائدة في حاجة وصفة متنحية في حاجة تانية، ده معناه إن الصفات مالهاش علاقة ببعض، بيتحركوا لوحدهم. مندل يا عزيزي انبسط بالنتائج دي وحط 3 قوانين أساسية بنسميهم دلوقتي قوانين الوراثة المندلية. قانون السيادة، إن عوامل سائدة تغطي على عوامل متنحية عشان تظهر في الآخر الصفة السائدة dominant. القانون الثاني قانون التوزيع المستقل، إن كل صفة بتحرك براحتها، مفيش صفة مرتبطة بصفة تانية، كله بيتورث لوحده. والقانون الثالث قانون انعزال العوامل الوراثية، يعني الكائن بيورث عاملين وراثة، واحد من الأب واحد من الأم. طبعا عزيزي اللي احنا نعرفه دلوقتي مختلف عن اللي مندل قاله. احنا بقى عندنا بقى علم الجينات وبقى عندنا الدي ان اي ونقدر نعمل له سيكونسنج ونعرف كل جين فين. احنا دلوقتي عارفين ان ظهور الصفات على نبات البسلة بيتحدد على اساس جين مفرد من الأب ومن الأم، لكن مش دي الطريقة اللي بتظهر بيها اغلب الصفات على الكائنات الحية. وهنا عزيزي الحظ ان انت تختار البسلة من غير ما تبقى عندك معرفة ان هناك جينات وان في كام جين بيتحكم في كام صفة اللي احنا نعرفه النهارده. فاغلب الكائنات الحية بيبقى فيه اكتر من جين بيتحكم في صفة واحدة، وتفاعل الاكتر من جين دول مع بعضهم هم اللي بيحددوا ظهور الصفة في الاخر. هنا بقى عنصر الحظ، لكن هو ده بالظبط الشيء الفاتن والجميل في هذه القصة، اننا احنا دلوقتي والراجل الجميل ده كنا قادرين نشوف جزء من الصورة ونفهمه اعتمادا على المعارف العلمية اللي عندنا في اللحظة دي. ده بالظبط اللي بيخلي اكتشاف مندل مذهل وغريب وغير مفهوم. عملية انتقال المعلومات الوراثية من جيل لجيل من غير ما يبقى عنده اي معرفة المواد اللي بتنقل المعلومات دي اللي هي احنا نعرفها
الجينات. من 1856 ل 1863 مندل عمل تجاربه على حوالي 30,000 نبات بسلة، 30,000 على 8 سنين، كانت النتائج اللي بيوصل لها هي هي كل مرة. هنا يا عزيز بيقرر مندل يعمل اللي أي عالم عمل اكتشاف علمي بيعمله. أنا أصلا ينشر النتائج دي. يا أبو حميد، ده أكيد بما إنك يعني بتحبه كده وعامل عنه حلقة، يبقى أكيد المجتمع العلمي هيقول اللهم صل على النبي، إيه الحلاوة دي يا مندل؟ هات مندل بالحضن ووديه جامعة فيينا، ولا أقول لك وديه كامبريدج مع نيوتن، ولا وديه مش عارف فين عند مين. والله عزيزي للأسف أنا لست المسؤول عن العالم والمجتمع العلمي، ولكن يا عزيزي خليني أقول لك إن ما حصلش أي حاجة من الحاجات دي. في ليلة باردة وهادية من ليالي فبراير 1856، وقف الراهب مندل قصاد جمعية برون للعلوم الطبيعية في اجتماعهم الدولي عشان يعرض ورقته تجارب في تهجين النباتات. خليني أقول لك يا عزيزي إن الحضور في هذه الجمعية كانوا قاعدين يسمعوا مندل ومش مركزين قوي، يعني محدش عزيزي قام سأل أي سؤال ولا حد حاول يناقش مندل في أي حاجة بيقولها. وبعد نهاية المحاضرة الناس سألت حلو تمام يا كابتن، يلا يلا مش عايز حاجة؟ استاذن احنا ومش. وبعد سنة كاملة اتنشرت ورقة مندل البحثية في المجلة اللي بتصدرها هذه الجمعية عشان الناس اللي بتحب البسلة تستفيد من التجربة المهمة دي. في العادي يا عزيزي نسخ المجلة لان فيها طبعا اكتشافات غير البسلة بتاعت مندل، فيها اكيد اكتشافات اكثر اهمية بتتبعت بقى للعلماء المهمين عشان يعرفوا احنا يا جماعة عملنا ريسيرش في كذا، لو تحبوا تستفيدوا تبنوا على ده بيحل لكم فجوة مثلا بخدوا. مين من هؤلاء العلماء المهمين اللي بتبعت لهم؟ داروين زي ما قلنا في الاول، لكن يبدو ان محدش كان مهتم يفتح مجله مغموره بتصدرها جمعيه علميه مغموره عشان يقرا بحث فلاح مغمور عامل دراسات على البسله. داروين احنا بقى المؤرخين بتوعنا راحوا شافوا ما فكش الحبل اللي بيفك الغلاف اللي كانت فيه المجله لواحده من اهم نظريات علم البيولوجي كله، الصمت. محدش حتى عمل سين. في سنة 1868 الراهب جرجور مندل بيبقى رئيس الدير شخصيا في نفس المكان اللي كان بيدرس وبيدرس فيه لمدة 14 سنة. واضح ان الرهبان لما اختاروه ان هو كان بيتمتع بشعبية كبيرة في المكان، وان طباعه الهادية واللطيفة هي اللي خلته في الاخر يوصل للمكان ده ان هو يبقى مدير هذا الدير. ولكن بسبب الاعباء الادارية الجديدة اللي اترمت عليه، وكمان بسبب مشاكل عينه ونظره اللي بدأ يضعف بسبب تقدمه في السن وعدم قدرته على ممارسة اعمال الفلاحة التقليدية، يبعد مندل واحدة واحدة عن الجنينة اللي بيزرع فيها نباتات واللي عمل فيها تجاربه على مدار سنين طويلة، وبتبدأ مرحلة المكتب. بعد نهاية مرحلة الجنينة بينشغل بالمهام الإدارية والوظائف الروتينية، توقيع هنا، توزيع رهبان على المدارس، هنعمل في الضرائب المتراكمة علينا، أحمال روتينية مملة كان زيها زي تجاربه المملة بتاعت البسلة. ويمكن ما كانتش كده، يمكن كانت شغلنا فعلا شيقة وهو كان بيفايند باشون فيها. عمرنا للأسف ما هنعرف مشاعره الحقيقية، لأن للأسف أغلب الورق اللي كان بيسجل فيه أفكاره ويوميات فقدناه للأبد. وإن كانت بعض مراسلاته بتقول إنه كان عنده إحساس بالمرارة من تجاهل شغله، ولكن طبيعته اللطيفة والهادية ما كانتش بتخرج ده بصورة واضحة. يبدو عزيزي إن مندل كان مختلف عننا شوية، وإن طبيعته ما سمحتش الإحساس المرارة ده يسيطر عليه. في 6 يناير سنة 1884 بيموت الراهب جريجور مندل بطلنا، وبيدفن في نفس الدير اللي قضى حياته كلها فيه. الناس يا عزيزي اللي عصت الجنازة بتقول إن هي كانت جنازة حافلة، كل الناس تقريبا كانت موجودة عشان تودع مندل الراهب المحبوب وليس مندل العالم العظيم، وده بحسه مميز. زمايله في الدير وأصدقائه وفلاحين وناس من القرية ومن القرى المجاورة، بل وممثلي كنايس وأديان تانية، كلهم جم عشان يودعوا الإنسان الطيب ده مش العالم العظيم ده. محدش منهم كان عارف إن الشخص الجميل الطيب اللي بيودعوه كان عالم، ومش بس عالم ومش أي عالم. محدش من الحاضرين فكر إن القصة لسه ما انتهتش، راجل بنحبه وخلاص مات وانتهت القصة على كده. محدش كان يعرف يا عزيزي إن حياة مندل في الحقيقة لسه هتبدأ، وإنه هيتولد من جديد تحديداً بعد 35 سنة من وفاته. مندل بيموت واكتشافه بيفضل مجهول طول الفترة دي، لحد ما 4 علماء وبشكل منفصل تماماً عن بعض يوصلوا لنفس النتائج اللي وصلها مندل. واحدة واحدة وبالتدريج بيكتشف المجتمع العلمي إن في راهب بسيط قاعد في مكان منعزل إنه يفهم الطريقة اللي الصفات بتنتقل فيها من جيل لجيل. ازاي نقدر نفهم اللي مندل عمله ده؟ لا عزيزي انا بصراحة مش قصدي المنجز العلمي، قصدي هو ازاي عمل اللي عمله ده بجد. والسؤال الاكبر هنا ليه؟ هل هو كان عارف قيمة اللي وصله ولا كانت مجرد صدف؟ ليه انسان يقعد 8 سنين من حياته يجوز بسلة 30,000 نبات بسلة يا اخوانا، يعمل نفس التجربة مرة ورا التانية ورا التالتة؟ احنا ما نقدرش نقول بنسبة 100% كالعادة، لكن نقدر نخمن. يمكن هو نفسه ما كانش عارف
هو وصل لإيه؟ هو كان عارف إنه كان وصل لحاجة كبيرة. اللي بيأكد لنا ده كلامه لأحد أصدقائه اللي نقله لنا بعد كده، واللي كان بيقول فيه لسه وقت ما جاش ولكنه هيجي، أنا متأكد إنه هيجي. حاجة كمان هي مراسلاته مع عالم النباتات السويسري كارل نيجلي، اللي كان بيحاول يشرح له فيها النتائج اللي هو وصل لها، واللي يبدو إن نيجلي بالرغم إنه كان عالم كبير ما كانش فاهمها، لأن كان لسه الأدوات العلمية اللي تسمح له بفهم حاجة زي كده ظهرت. في واحدة من الرسائل دي مندل بيقول له I know that the results we obtain، أنا عارف إن النتائج اللي معايا were not easily compatible with our contemporary scientific knowledge. هو كان عارف ان العالم مش فاهمه، عارف ده كويس ومتاكد منه. هل ينفع نفسر اللي عمله مندل هوس بالرصد والتتبع والكلام ده؟ ممكن، بس ده ما يجاوبش هو ليه وقف، لانه لما خلص التجارب ونشرها تقدر تقول ان هو كده فك ايده من المساله كلها وقرر يروح يعمل حاجات تانية. هل المهووس ممكن يسيب هوسه بالطريقه دي؟ الطبيب النفسي الشهير فرانكل في كتابه بحث الانسان عن المعنى مانز سيرش فور مينينج كان بيقول ان الحياه مش بالاساس بحث عن السعاده زي ما بيقول فرويد، ولا هي بحث عن القوه والسيطره زي ما بيقول الفريد ادلر، ولكنها عزيزي بحث عن المعنى. فرانكل كتب كتابه ده في ظروف عصيبة جدا، أو على الأقل فكر في أفكاره الأساسية. كان منعزل ووحيد ومحبوس في معسكرات النازيين، وتحس إن الفكرة دي، فكرة بحث الإنسان عن المعنى، كانت نتيجة طبيعية لظروف حياته، كانت محاولة للتعامل مع ظروف عصيبة بتحوطه من كل مكان. صحيح مندل ما كانش عايش في معسكرات نازيين، لكن فكرة زي دي نقدر نستخدمها عشان نفهم أحداث كتير في حياة مندل، غربته عن أهله، انعزاله ووحدته، شعوره بالذنب اللي كان حبسه، إنه تخلى عنهم وراح يتعلم، لدرجة مثلا إنه يرد جميل لأخته فاكرها اللي ساعدته في تعليمه وادته مهرها ويتكفل بمصاريف تعليم عيالها. اهتمامه الأصيل وطبيعته الشخصية اللي بتهتم بالناس اللي حواليه وشعوره انه بيعمل حاجة ليها لازمة مهمة في حياة الناس التانية ومهمة في حياة. فرانكل بيقول ان الانسان بيبقى انسان اكتر بمجرد ما يدي من نفسه في حاجة هو بيعملها، ساعتها وساعتها بس الانسان يقدر يتجاوز نفسه ويعلى عليها. النتيجه بتكون ان هو بيحقق ذاته، وكان تحقيق الذات ده عرض جانبي. كل ما الانسان قدر يتجاوز نفسه وظروفه وحياته او حاول يعمل ده، كل ما يحقق اكتر في واحده من مفارقات النفس البشريه العجيبه. يمكن مندل لقى المعنى في البسله بس كده. دي عزيزي كان قصه بطلنا غريغور مندل بعد هذه النهايه. يعني اتمنى عزيزي ان احنا كلنا نجد المعنى في حياتنا لو بنبحث عنه. حياه مندل يا عزيزي حياه رائعه، اديها 10 من 10 وطبق رز بالشعريه. ما ينفعش البسله تاكل من غير رز، ده ايمان الشخص. اخيرا وليس اخيرا يا عزيزي، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، الحلقات اللي جايه تنزل بص على المصادر. لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. عارف يا عزيزي لما احب ابحث عن معنى في حياتي بقوم رايح لباك ستريت بويز واقول لهم شو مي ذا ميري اوف بين از ذس ذا هير ذس سمثينج بس الاقي المعنى احطه على الرز بالشعريه واسمي واكل.